السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة إن شاء الله دائما وأبدا. حبايبي رح نبلش موضوع فورا. الحمد لله القناة عندي حققت الـ10 دولار. بعد ما حققنا الـ10 دولار، كل الناس بتعرف إنه بعد ما يتحقق الـ10 دولار لازم بجوجل أدسنز تثبت إنه أنت صاحب الحساب عن طريق عنوانك وإرسال الإقامة أو جواز أو شهادة سواء، أول شيء يثبت أنك أنت صاحب الحساب. فشركة جوجل بتبعت لك، بتصير تراسلك بقى، بتقول لك بعتنا إثباتات. بعد ما تبعتنا إثباتات بنعطيك التأكيد أنه إذا مزبوط ولا لا، بعدين بقى بيبعتوا لك رمز البين كود، تمام؟ فهلأ أنا رح أشرح لكم بهذا الفيديو خطوة بخطوة، حنساويها سوا ونفعل الحساب أنا وياكم سوا عن طريق البين كود يلي كل الناس بتستناه بعد تحقيق الـ10 دولار بحسابهم بالقناة، تمام؟ فهلا رح اشرح لكم خطوه بخطوه كيف ندخل البين كود وكيف ينطلب البين كود وخطوه بخطوه ان شاء الله، تمام؟ رجاء اللي عم شوف فيديو جديد لا تنسوا تشتركوا بالقناه، تعملوا لنا لايك وتشاركوا فيديو لحتى يوصل لاكبر عدد ممكن من المشاهدات. عم تنسوا اللايك ليش؟ ما بعرف. يلا خلينا نبلش. تمام، تفرجوا معي يا جماعة، وصلني هي الرسالة من جوجل أدسنز بعد ما حققت الـ10 دولار بقناتي، تمام؟ تفرجوا شو اجاني الرسالة. أي رسالة جتني؟ يجب إثبات هويتك الإسلام دفعات من جوجل أدسنز، يجب تقديم مزيد من المعلومات بالإضافة إلى صورة عن بطاقة تعريف صالحة تحمل صورة وصادر، يعني إلى آخره. هي ما رح طول عليكم، شايفين كاتبين هون قد تستغرق هذه العملية بضعة أيام، وخلال هذا الوقت بعد انتهاء عملية إثبات الهوية لن تتمكن من تعديل اسمك في ملفك الشخصي للدفعات. يعني ما بتحسين تعدل الاسم، خلص حط اسمك النظامي يلي انه بدك تستلم عليه على طول، تمام؟ هون عطي لك نصائح حول إرسال مستندات. يجب تصوير المستندات بكاملة بما في ذلك زوايا الأربعة، يعني انه تحطوا صورة عن الإثبات كنت بعتوه تكون واضحة، ما تكون صورة مو ظابطة، تمام؟ هي شغلة لازم تتأكدوا منها. هلا بطلع أنا من هون، فوت على حسابي بجوجل أدسنز. فرجوا هون شو كاتبين لي. هلا كاتبين لي تم تعليق دفعاتك حاليا، يجب اتخاذ إجراء من جانبك لتحليل الدفعات. طيب الإجراء شو هو يا محمد؟ الإجراء أنك أنت هلا بدك تفوت هون تحط إثبات الملكية الآن، تمام؟ لازم تحط إثبات الملكية الآن. هلا أنا هون رح عبي المعلومات اللي بدهم اياها اللي عم طالبوني فيها، تمام؟ كاتبين لي هون اثبات الملكيه، راح افوت هلا واكبس على اثبات الملكيه. هلا هون عم يقولوا لي يجب اثبات هويتك لاستلام الدفعات، لن تتمكن من تعديل اسمك بعد ارسال هذه المستندات، تمام؟ يعني تاكد انه من هاي المعلومات اللي انت عم تبعتها انه تكون معلومات نظاميه وامورها كلها تمام، تمام؟ شايفين المعلومات هاي كلها محطوطة؟ انه تكون معلومات دقيقة وصحيحة. اتفقنا؟ اتفقنا. عنا هون وافق على معالجة مستندات التعريف وفق القوانين الوطنية السارية على الرغم من تطبيق اللائحة العامة لحماية البيانات. هون بتقول له اوافق، بعدين هون عم يقول لك هناك مستندات مطلوب مفقود. يعني هلا هون عم يقول لك لازم تحمل المستندات تبعك اللي بدك تحطها، تمام؟ هل انا رح افوت على الصور مشان احمل صورة الاقامة تبعي مشان ابعث لهم اياها. بنكبس على تحميل، تمام؟ تفرجوا هلا انا بعد ما حملت الملف، لك اتحمل الملف عندي هون. بعد ما حملته هلا رح اقول له ارسال، بس طبعا نحن بنكون تاكدنا انه المعلومات اللي حاطينها كلها مزبوطة. تفرجوا هون شايفين، بس نكبس عليها هون متاكد المعلومات تبعنا انه مزبوطة ولا مو مزبوطة. هون الاسم، العنوان، تحت الرمز المدينة والمدينة اللي انت موجود فيها، تمام؟ هلا بعطيه هون انه انا تأكدت المعلومات، بقول له ارسال. هلا هون عم يقول لي انه تم العثور على مشكلة في المستند، تمام؟ انه ما عم يرق حسين قراءته او في لمعة او شيء، مع انه المستند بعته انا مزبوط يعني، تمام؟ وملون يعني الصورة ملونة، فما بعرف ليش هلا ارجع حاول مرة ثانية احط ملف ثاني. تمام، هلا رجعت انا حطيت ملف تاني،
شو صار يا جماعه؟ لقلكم شو المشكله اللي صارت. المشكله اللي صارت انه انا كنت حاطط صوره الاقامه تبعي، صور مصورها صوره وعاملها تحديد مظبطها ومنزلها. فوقت نزلت ملف صوره ما قبلها، تمام؟ ما قبلها. فانا شو ساويت؟ رحت عملت الاقامه تبعي، عملت ملف بي دي اف. بعد ما عملت ملف بي دي اف حطيت الملف البي دي اف ومحيت الملف الاولاني الصور قبل الموضوعات. شايفين هلا هون عم يجي تاكد الهويه. قد تستغرق هذه العمليه بضعه ايام وسنرسل اليك النتائج عبر البريد الالكتروني في حال لم نتمكن من تاكد هويتك. يجب ان ترسل المستندات مجددا علما ان عدد المحاولات المتاحه لك محدوده. تمام؟ يعني هلا انا بعثت لهم المعلومات وحيتاكدوا منها ويظبطوا الامور، وهن بقى بيبعتوا لي بالايميل اذا كان موضوع مثلا صحيح او في شيء غلط او في مشاكل او اي قصه. تمام؟ هلا هون انا بعطيه حسنا. تمام، هلا بعد ما اعطيته حسنا شوفوا شو قال لي هون. جاري اثبات هويتك، يرجى الانتظار بضعه ايام لاتمام عمليه اثبات الهويه. تمام؟ هلا انا راح استنى اشوف شو النتائج اللي حتجيني، وراح ارجع بقى اكمل تصوير الفيديو مشان انزلكم اياه كامل وتكون العمليه كلها كامله. تمام اخواتي؟ تمام يا جماعه، تفرجوا هلا بعد انتظار يومين، انا انتظرت يومين، بعد يومين بعثوا لي ايميل من جوجل ادسنس، فرجوا شو كاتبين لي. تم اثبات الهويه بنجاح. يعني الصوره تبع الاقامه تبعي اللي بعثت لهم اياها وافقوا عليها ومشي حالها. تمام؟ بالاضافه بعثوا لي معها ايميل ثاني اللي هو هذا الايميل التالي بعثوا لي اياه. شوفوا شو مكتوب هون، هذول بعثوا لي اياهم نفس اليوم انه تم الاثبات، وبعد ما بعثوا لي هذا الايميل مطلوب اتخاذ اجراء اثبات صحه العنوان دفع في ادسنس. تمام؟ تفرجوا هون تحت شو كاتبين لي. كاتبين لي ارسلنا رقم التعريف الشخصي PIN، تمام، بالبين هو رقم البين، في رسالة بريد في سبتمبر ب 24 سبتمبر 2021 إلى عنوان الدفع المدرج في حسابك. يعني أنا العنوان اللي حاطه عندهم بعتوا لي عليه رمز البين تلقائيا، أنا ما عملت شيء، بس بعثت لهم صورة الإثبات تبع الهوية. أول ما انقبلت بعتوا لي، شفتوا الإيميل إنه انقبلت، بعد منا بعتوا لي فورا الايميل هاد وقالوا لي احنا بعثنا لك البين كود تلقائيا، انا ما طلبته، بعثوا لي اياه اول مره تلقائيا. هيك بصير بعثوا لك اياه تلقائيا. بعدين شوفوا شو كاتب لي هون. عند تلقي رساله البريد التي تحتوي على رقم التعريف الشخصي يرجى ان نقر على زر اثبات صحه عنوانك في هذه الرساله الالكترونيه، ثم ادخل رقم التعريف الشخصي في البطاقه ضمن صفحه ادسنس الرئيسيه. بدلا من ذلك يمكنك تسجيل الدخول الى حسابك على ادسنس واكمال الخطوات نفسها على الصفحة الرئيسية مباشرة. تمام؟ ملاحظة مهمة، سيتوقف عرض اعلاناتك في حال عدم استخدام رقم التعريف الشخصي لاثبات صحة عنوانك في غضون 4 أشهر من تاريخ ارسال رقم التعريف الشخصي. تمام؟ يعني هن هلا عم يقولوا لي انه انت خلال 4 شهور اذا ما ثبتت الرقم التعريفي رح نوقف الاعلانات عندك بحسابك وما رح تاخذ منا ولا شيء. اتفقنا؟ هلا في شغله يا جماعه، الناس اللي طلبت رمز البين اللي طلبت رمز البين كود 3 مرات وما وصلها، يعني طلبته 3 مرات وما وصلها، بالدول العربيه كثير عم يعانوا من هالقصه هي، انه عم يطلبوا البين كود ما عم يوصل بسبب انه مو كل البلاد فيها عنوان البريد انه بيوصل البريد. تمام؟ فعم يعانوا من هالقصة هاي. انا شرحت فيديو عن تفعيل رقم البين بعد ارسالك 3 طلبات، انت اذا بس ترسل اول مرة وثاني مرة وثالث مرة، اذا ما وصلك هذا البين كود خلال 3 مرات من طلبك بامكانك تفوت على الفيديو، رح احط لكم هلا الرابط بالوصف، فوتوا على الفيديو بامكانكم تعرفوا الحساب تبعكم عن طريقة أنا شارح فيها بهذا الفيديو، بإمكانكم تعرفوه بدون رمز البين. تمام؟ بس حصرا لازم تكونوا طالبين، يعني مقدمين طلب 3 مرات إنه بدكم البين كود ما عم يوصلكم. تمام؟ فراح أحط لكم الرابط بالوصف بإمكانكم تشوفوا الفيديو إذا حبيتوا. طيب بنكمل، هلا شو كاتبين تحت؟ هل هناك مشاكل متعلقة برقم تعريفك الشخصي؟
عادة ما يستغرق وصول رقم التعريف الشخصي عبر البريد 3 أسابيع، ولتجنب حدوث أي مشاكل في تسليم رقم التعريف الشخصي يرجى التأكد من إدراج عنوان الدفع الصحيح. فيما يلي بعض النصائح، وهون حاطين لنا نصائح عن الموضوع هاد، اللي بيحب يشوف النصائح ما راها أنا مشان ما نطول عليكم، اللي بيحب يشوف النصائح تفرجوا عليها، النصائح هون راح خليكم إياها شوي، تمام؟ بإمكانكم أنتم تقروا النصائح هون وتشوفوا النصائح اللي حاطيكم إياها بالنسبة لموضوع العالم اللي عم تعاني إنه ما وصل الموضوع هاد. آخر شيء تفرجوا شو حاطي لي هون، حاطي لي آخر شيء هون إثبات صحة عنوانك، فأنا بكبس عليها هون هاي، بس هي إمتى بكبس عليها؟ بس يجيني رمز البين كود، بس يوصلني رمز البين كود بكبس عليها هي هيك، وبيفتحني هو على فتح على صفحة الحساب بأدسنس، وبيقول لي بقى أدخل الرقم اللي بعتنا لك اياه. هلا في شغلة أنا ما فيني أكبس عليها هلا هي، لأنه لسه ما وصلني رمز البين كود، تمام؟ هلا بعتوا لي اياه اليوم، بده ما بنعرف هلا، قايلين 3 أسابيع ليوصل، فما بنعرف، بس ليوصل إن شاء الله راح ارجع رد استمر بالفيديو وصور لكم كيف بدنا ندخل رمز البين كود، تمام؟ تمام يا جماعه، انا بعت الطلب لحتى احصل على البين ب 24/9، وصلني اليوم البريد، اليوم وصلني، هلا حورجيكم الصوره وكيف بيجيكم الرمز البين كود، وصلني اليوم بتاريخ 15/10، يعني تحمل 21 يوم بالضبط، يعني خلال 21 يوم بفضل رب العالمين وصلني البين كود، تمام؟ هلا اليوم رح نكمل الخطوه انه نفوت ونحط الرقم الشخصي ونثبت بقى الرقم الشخصي على جوجل ادسنس مشان يبلشوا بقى يحولوا لنا الدفعات اللي بتجي على المشاهدات بالقناه عندي، تمام؟ رح نكمل الخطوات هلا سوا، هلا رح نفوت على جوجل، نحط على جوجل ادسنس مثل ما كنتم شايفين عندي هون، بعدين بنكبس على انملدون جوجل ادسنس، يعني تسجيل دخول على جوجل ادسنس. تفرجوا يا جماعه، فتح على صفحه الحساب تبعي يلي بجوجل ادسنس، تمام؟ هلا نحن مهم جدا عنا، مهم جدا ها، نفوت على هدول 3 خطوط اللي موجودين هون، ونحط على تفعيل انه على سطح المكتب، انه يكون اعدادات كمبيوتر، سطح المكتب، حط عليها اشارة صح، اي تمام؟ بس نحط عليها اشارة صح، بيعطينا هيك الصفحة. هلا تفرجوا شو عم يقول لي، عم يقول لي انه طريقة الحصول على دفعاتك، مشان نضيف حساب او عن طريق وستر يونيون تجينا الدفعات، تمام؟ وبنفس الوقت هون محدد لي قديش الارباح اللي جاي على الحساب، وهالقصص هي رح اعمل فيديو تاني عنها، انك كيف تحسن تضيف حسابك او عنوان تستلم المصاري عليه، مشان ما نطول هذا الفيديو كتير، تمام؟ بس هلا نحن فكرتنا انه كيف نفعل البين كود، وكيف وقت يوصلنا نعمل الاجراء اللي بدنا لازم نعمله، تمام؟ هلا شايفين عنه هون مكتوب دفعاتك معلقه لانك تحتاج الى اثبات صحه عنوانك، تمام؟ هلا هون نحن بنقول له الاجراء، نكبس عليها، تمام؟ شايفين شو قال لي هون؟ هلا هون عم يقول لي اثبات الهويه مكتمله، انه انا الهويه بعثت لهم البيان مثل ما وجدتكم بالفيديو، وصلهم والامور كلها تمام ومش الحال وعلى 24، تمام؟ هلا هون شوف شو عم يقول لي تحت، التحقق من العنوان بحاجه الى اهتمام، يعني ركز بالموضوع اللي انت عم تساويه. طيب هلا هون حاطين لي رقم التعريف الشخصي، التحقق مكون من كذا وكذا وكذا وكذا، هون عم يقولوا لي هلا الرقم اذا وصلك بنحط الرقم هون، تمام؟ بعدين بنقول له ارسال. اذا اول مره طلبناه الرقم ما اجانا خلال 28 يوم، نرجع منفوت بعد 28 يوم بنقول له هون اعاده ارسال الرقم التعريف الشخصي، انه يرجع يبعثوا لك اياه مره ثانيه، تمام؟ هي بتكون المره الثانيه. ما وصلك المره الثانيه ترجع بتفوت كمان بتلاقي هون اعاده ارسال رقم التعريف الشخصي، بيقول لك انه هي المره الثالثه نحن بنرسل لك الموضوع هذا، تمام؟ اذا هالثلاث مرات ما وصلك الرقم التعريفي، انا حاطط رابط، رح احط لكم رابط بالوصف كيف انك تفوت تفعل الموضوع هاد بدون ما تحصل على البين كود، تفوت تفعله عن طريق البيانات الشخصيه تبعك، تمام؟ فهلا رح نكمل نحن هون، هلا عم يطلب مني رقم التعريفي، انا وصلني رقم التعريفي، رح احط له رقم التعريفي، تمام يا جماعه؟ انا هلا حطيت الرقم هون،
تمام. بعد ما حطيت الرقم رح اقول له هلا ارسال لشوف شو بده يعطينا. تمام تفرجوا شو عطاني. بعد ما اعطيته ارسال كتب لي التحقق من العنوان مكتمله. الحمد لله الرمز اللي اجانا البين كود اللي بعتونا اياه شركه جوجل ادسنس مشي حاله. حطوا لي هلا عنا الخطوطين صاروا مثل ما كنتم شايفين بالاخضر مكتمله، اثبات الهويه مكتمله، التحقق من العنوان مكتمله. هلا هون احنا امورنا صارت بخير وامكاننا بقى هلا ناخذ الدفعات نظامي، لانه نحن اكدنا رقم الحساب واكدنا الامور كلياتنا هي انه نحن اصحابين هذا الحساب. تمام. هلا مثل ما قلت لكم رح ارجع انا لورا ورجيكم شغله. تفرجوا هلا انا رجعت على الصفحه يلي ورا. تفرجوا شو عم يقول لي هون. كتب لي هلا هون تم تعليق دفعاتك حاليا، يجب اتخاذ اجراء من جانبك لتحرير الدفعات. هلا نحن عملناها هاي القصه وسويناها. تمام. نحن هلا بدنا نستنى عليهم 24 ساعه لحتى يوصلهم الموضوع ويشوفوا نحن فعلنا هذا الموضوع امورنا بخير. تمام. فهلا نحن هاد بنكون نحن خلصنا هذا الموضوع ان شاء الله. هلا بالنسبه لموضوع اضافه طريقه دفع على الحساب، مشان ما يكون الفيديو كتير طويل لانه طولنا فيه شوي لانه في معلومات. تمام. فسامحوني اني طولت بس يعني ما فيني اختصر اكثر من هيك. بالنسبه لموضوع الفيديو تبع انك تضيف طريقه دفع، هذا راح اعمل فيديو ان شاء الله تاني لحاله واشرح لكم الموضوع كله كامل باذن الله. تمام حبايبي، لا تنسوا اشتراك في القناه وتعملوا لنا لايك وتشاركوا الفيديو لحتى يوصل لاكبر عدد ممكن من المشاهدات. بتشكركم لحسن المتابعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.